دكتور محمد ديباجي من المغرب الشقيق كان معنا في أيام الشارقة التراثية، وكان خير صديق وخير رفيق. ماذا تود أن تقول قبل ختام أيام الشارقة التراثية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله الكريم. أول ما وصلت إلى هذه الأرض المباركة ووصلت بالضبط إلى الفندق، كان من حسن حظي أن أتعرف على رجل طيب كريم وديع حبوب يتقرب إليك بأخلاقه قبل أن يتقرب إليك بجسمه، وهو الأخ العزيز الدكتور عبد العظيم الضامن. هذا الرجل عرفته خلال كل هذه المدة، وحينما كان يغيب عني لا أراه في الصباح ولا أراه في المساء أبحث عنه لأني أستأنس به وبحديثه العذب، وكذلك أستفيد منه. رجل له خبرة واسعة الحمد لله بعلمه، وله خبرة واسعة بفنه، وثم هو نشيط دؤوب يعطي من ذاته، وأنا شفت يعني حتى مع المتطوعين يشتغل معهم ليلا ونهارا. الآن خرجنا في هذا الصباح، قال لنا سأشتري هدايا للمتطوعين وأفرح بهم وأعملهم ليلة فرح نفرح بها رمزية ولكنها تدل على سرورنا وفرحنا وتقديرنا لهم. هذا شيء أنا أحييه فيه كثيرا، في نشاطه، في ثقافته، في علمه، في تضحيته. مثلا أنا كلما أردت أن أخرج إلى السوق أتسوق، أشتري زعفران، أشتري هذه الأشياء النفيسة، أخذه معي وهو يلبي الطلب ويروح كأنه يشتري إلى نفسه. هذا رجل فاضل ورجل كريم وخلقه طيب، وهنيئ الله. أطلب الله تبارك وتعالى أن يديم له التوفيق والسداد والرشاد، كما نسأله عز وجل أن يجمعنا به في ظروف طيبة. إذا يريد يزورنا في المغرب بيتي، أنا بيته وأنا أخوه، منذ الآن نسجت بنتنا أخوة ومحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عمره. السلام عليكم ورحمة الله.